بسم الله. دلوقتي لو انت فاتح ملف ريفت وشغال عليه وتعمل تمبليت، بتقول له فايل سي في اس تمبليت وتحفظ تمبليت. بس المشكله بقى لو انت عندك ورك سيت تمام او ملف سنترال وعايز تحتفظ بيهم، ممكن يكون انت عندك 50 واحد، فمش كل مره هتعمل لهم كريت. في بعض الادنس بيعمل ينقل الورك سيت ده من ملف لملف او مشروع لمشروع، لان انت لما تيجي تقول له فايل سيف از تمبليت ما بيسيفش. طيب في حل بسيط جدا جدا ومباشر، هو ان انا اسيف ده كمشروع تمام، يعني اقول له فايل سيف از بروجكت تمام، واسيفه فاضي خالص بدون اي شغل خالص. يعني هو الملف هيسيف ار في تي مش ار تي اي تمام. وكل ما اجي ابدا مشروع جديد، مجرد ان انا هقول له فايل اوبن وراح مختار الملف دوت، وممكن اقول له مثلا ديتاتش واسيفه بالاسم المشروع الجديد واشتغل عليه. يعني بكل بساطه خلينا نقفل دوت تمام. هقول له دلوقتي فايل اوبن تمام، ده مفروض ان ده التمبليت بتاعي تمام، بس مش هيكون في شغل خالص. مجرد ان هقول له ديتاتش، يبقى انا كده عملت ايه؟ كده انا هفتح الملف دوت، بس هفتحه منفصل عن التمبليت، وبعد كده اسيفه باي اسم تاني. مثلا عندي مشروع مثلا اسمه اسمه مثلا سبايدر مان، فاروح مسيفه بعد كده كسبايدر مان، هقول له ديتاتش، بيقول لي عايز تحتفظ بالورك سيت ولا تلغي الورك سيت؟ لا انا عايز احتفظ بالورك سيت تمام. فيفتح الملف كسنترال واسيفه في فولدر اللي فيه المشروع الجديد واشتغل عليه عادي بدون اي مشاكل خالص. يبقى انا كده حافظت على الورك سيت اللي ممكن تكون كبيره، ممكن يكون عندي مثلا 50 ورك سيت في المشروع.